أصبح معسكر إعداد منتخبنا الوطني للمحليين استعدادا لمواجهتي المغرب في مهب الريح، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة عن إقالة الجهاز الفني بقيادة هاني رمزي الذي تعاقد مؤخرا مع فريق الاتحاد السكندري. وكان الجهاز السابق قد حدد يوم السبت المقبل موعدا لبداية المعسكر استعدادا لمواجهتي المغرب يومي 13 و18 من شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2018.